على صهوة تسونامي. Tsunami News, second last start, Mohamed Ahmed Al-Obais for UAE. Clear round in 79 seconds, 07 for Mohamed Ahmed Al-Awais. الجولة من دون اخطاء للفارس محمد العويس في 79 ثانية وسبع اجزاء من الثانية. الفارس الاخير في هذا الشوط من دولة الامارات العربية المتحدة، الفارس حمد علي الكربي